بعد ما تابعت الحلقة الأولى من برنامج الكشاف واتضحت الفكرة من هذا البرنامج اللي يسعى إلى اكتشاف الطاقات الرياضية الشابة والمواهب دون سن 18 عام واحتضانهم وإيصالهم لمكانهم الصحيح. نجوم البرنامج الكابتن قصي منير والكابتن قصي هاشم اللي وقع على عاتقهم اختيار الشباب والمواهب الأفضل وترتيبهم حسب الموقع أو المركز بالملعب، حتى يكتمل فريقهم لازم يختارون، وطبعا كل حسب الرؤية الفنية والتكتيكية لكل كابتن. اللاعبين منتظر جاسم محمد ومؤمل عباس عبد اختارهم الكابتن قصي منير وضمهم ضمن تشكيلته. أما الكابتن قصي هاشم فوقع اختياره على محمد ضياء عباس وكاظم عبد الكاظم ومصطفى حسين كامل، وهذول المواهب من شباب الكمالية ببغداد، راح ينضم لهم مواهب أخرى حتى يكتمل الفريق. ومثل ما راح تشوفون اليوم بالحلقة الثانية من منطقة شارع فلسطين شلون راح يكون اختيار النجوم للشباب. ولا تنسون برنامج الكشاف وكادر قناة الطليعة الفضائية مثل ما توجه للكمالية ومن ثم شارع فلسطين اليوم، يمكن باشر راح يكون متواجد بمنطقتكم ويختار المواهب الكروية المميزة، وطبعا ماضين برفع شعار كلا للتزوير ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الكشاف. شفتوا بالحلقة السابقة شلون كانت المنافسة مشتدة بين الفريقين وحتى بين المدربين. يمكن الخيارات كانت سهلة لأن عد ما لعبوا شوطين وعد ما شاهدوا المدربين التسديدات والمهارات والكونترول بالكرة، ربما كل مدرب صار عنده يعني فد مؤشرات عن اللاعب اللي راح يختاره. لما لعبوا تقسيمه وهدفين سهلة المهمة، وكابتن قصي هاشم وقصي منير كل واحد اختار المواهب اللي يعني وقع اختياره عليهم. اليوم طبعا في منطقة شارع فلسطين في بغداد، اليوم هناك مباراة على ملعب مفتوح. احنا دائما نريد النوع بالموضوع حتى لا يجي شخص يقول بالملعب الصغير ما يبين اللاعب او الملعب الكبير ما يبين اللاعب. اليوم احنا بكل حلقه راح ننوع، يعني اليوم يمكن في ملعب مفتوح، ملعب في 10 لاعبين، في 5 لاعبين، المهم المدربين ايضا 7 لاعبين، المدربين راح يكون موضوع الاختيار خاص بهم. نرحب مجددا بالكباتن المدربين كابتن قصي هاشم، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك استاذي. والكابتن الغزال الاسمر نجم المنتخبات الوطنيه الكابتن قصي منير، اهلا وسهلا بك. اليوم طبعا الموضوع يمكن صار اكثر سهوله بالنسبه لكم على اعتبار انه في الحلقه الماضيه يمكن واجهتوا بعض الصعوبات بسبب تقارب المستوى، ماكم يعني ما ظهر لاعب مهاري بشكل ملفت للنظر. صحيح. او يمكن انت اليوم يعني بداخلك شيء. لا يعني اليوم ممكن تختلف لانه ملعب راح يكون 11 ب 11. نعم. ويبين كل لاعب بمركزه، يبين كل لاعب كل مركز بمواصفات خاصه. زين. فاعتقد راح تتضح بشكل اكبر من الخماسي. الخماسي مرات يعني شلون تضيع اللاعب الزين والمزين ما يبين يعني بشكل مثل ما يبين بال 11. زين. لذلك اليوم ممكن اعتقد راح الرؤيه تكون اوضح من ما يكون ملعب خماسي. زين. كابتن قصي منير، الحديث عن الخيار لك، دائما نقول خيار للمدرب. في الاسبوع الماضي قدرت تختار لاعب وسط. نعم. انه شنو مواصفات لاعب الوسط؟ مهاري، يستلم تحت الضغط، يلعب كرات بالعمق، كان عنده يعني يلعب لمسه واحده. اليوم ببالك شيء؟ اكيد هو مثل ما تفضل كابتن قصي وحضرتك، دائما الملعب الكبير هو الافضل، يعني شاهد اللاعب على حقيقته اقولها، يعني راح تعرف امكانيه اللاعب. كل الملعب الصغير ملعب مضغوط، ما يقدر يتصرف، ما عنده يعني قياسات الملعب ممكن تسبب له مشاكل، لكن هذا ملعب كبير عنده خيارات، عنده هواي امور راح تبين لك قدرته على انه تصرفه، السرعه بالتصرف بالباص الطويل، يعني كثير من الامور هذه اللي راح نشاهدها. فيفضل انه الملعب اليوم فرصه انه نشوف انه اللاعبين اذا يوجد لاعب إمكانيات
المواصفات اللي احنا نريدها. شو المواصفات اللي تريدها انت اليوم؟ والله اكيد هو اللاعب انه يكون متمرس ولاعب يكون حافظ مكانه مركزه بالشكل الصحيح، مهارات الاساسيه مدافعين، زائد المهارات اللي هي مثلا الباص، الذكاء، الاستلام، التسليم، المهاره كل ذني اذا موجودات اكيد هي راح تكون الاختيار عليه ان شاء الله. زين انت اليوم داخلك شيء تختار، انت اخترت اخذت قلب دفاع واخذت يمكن مهاجم وسط، مهاجم وسط، مهاجم على الجهه اليمين على الجهه اليسار قلت يلعب. اليوم ببالك شيء، ايش راح تختار؟ ببالي اختار يعني اريد لاعبين يلعبون بالقدم اليسار، يعني يعني كمدافع يسار او شبه يسار او حتى اذا مهاجم بقدم اليسار اختاره، لانه حتى يصير تنوع مو بس لاعبين يمين. زين بالمناسبه بعض الاصدقاء بعض الجمهور يقول انه المدرب اذا ما اختار من فريقه انه فريقه ما عجبه، والفريق الاخر مدرب الاخر هاي معلومه لي اختار موهبه من ذاك الفريق، بامكانك تختار موهبه من الفريق الثاني. ممكن يعني يصير ممكن تختار من الفريق الثاني بعد ما يختار المدرب الاول، بس انت كذلك بس يعني. هو اذا فريقه موهبه ما يضيع هو ياخذها خلاص، اذا كانت موهبه ثانيه هم ياخذها ثاني يعني لا قصد اذا ما اختار. بالمناسبه حتى ممكن انت عندك مهاجم نعم، فريقك اكو مهاجم جيد نعم، هو اختار مدافع يمين مثلا، ممكن تختار مهاجم ماكو من الفريق الثاني. اذا الخيارات لكم، كابتن قصي من اول نظره عرفوك لاعب لما كنت صغير؟ والله اكيد الشخص المختص يعني اللي بالرياضه يعرف هذا اللاعب، قلنا اللاعب شلون تختاره من خلال المواصفات اللي انت من اول نظره عرفوك لاعب؟ والله من كنت صغير هواي كثير ناس كانت تنصحني انه اروح النادي لما كنت صغير والعب بالفرق الشعبيه، يعني كانوا ينصحون انه الذهاب للنادي واكون ملتزم مع النادي، وهذا اللي حصل يعني. زين كابتن قبل ما اروح نعرفكم يعني نوديكم لفرقكم، من اول نظره عرفوك راح تروح المنتخبات الوطنيه كابتن؟ خالد مجيد مدرب الناشئين الله يرحمه زين كان وياي احمد كاظم زين، احنا اللاعبين الوحيدين، قال انتم الاثنين كم راح توصلون؟ وصلت المنتخبات الوطنيه الوحيدين احنا زين، الباقيين قال لا ما حد، بس انتم توصلون. زين ايش نختار، ايش اختار كابتن، الابيض ولا الاخضر؟ لا راح اروح الابيض. اختار الابيض وانت الفريق الاخضر. اذا خلي نروح مشاهدينا الكرام للفريقين نعرف الفريق، طبعا هم المدربين يعني اسماء غنيه عن التعريف، نوديهم كل مدرب نوديه للفريق حتى نشوف المحاضره اللي راح يتكلم بها مع فريقه والطريقه اللي راح يلعب بها في مباراه اليوم. اذا نذهب للفريق. محمد علي شامخ مواليد 2000، عزيز جاسم مطلق 1999، جحفك صادق كاظم مواليد 2003، علي محمد جاسم مواليد 2003، محمد عناد ذهب مواليد 2002، علي عماد فاق مواليد 2002، حسن محمد قيس مواليد 99، حسين علي شمخي مواليد 2005، الحسن علي احمد مواليد 2004، علي ناظم حمودي مواليد 2003، حسين احمد جباغ 2004. طبعا اليوم مثل ما اتفقنا وياكم مشاهدينا الكرام، الفريق الاخضر راح يصير ويا الكابتن قصي هاشم. شباب اللي ما يعرف كابتن قصي هاشم احنا نقول له كابتن قصي هاشم هو نجم المنتخبات الوطنيه، لعب انديه هواي، اليوم راح يختار من عندكم موهبه، هاي الموهبه راح تستمر ويانا نهايه البرنامج، ممكن نشوف هاي الموهبه وين بالمنتخبات الوطنيه، فنريد من عندكم شيء تقدمون افضل ما عندكم يعني بطريقة إن شاء الله تعجب الكابتن قصي هاشم. تعالوا سلموا عليه، تعرفوا عليه، وبعدها عنده كلام وياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شباب فرصة طيبة وفرصة حلوة إنه تظهر نفسك، بدل ما أنت تروح للنادي وتختبر إجا النادي يمك ويشوفك، فكل واحد يظهر إمكانيته حسب مركزه، لا تلعب بارتجالية يعني دفاع يمين يلعب دفاع يمين يسلم كره ويبقى ساند وبالكره اللي عنده فرصه يصعد، لا تلعب هوسه زين، كل واحد يحفظ مركزه، الكره من عند الحارس المرمى الاشباه وسط يفتحون والتكوك يفتحون يلعب كره بالارض، حضر من الخلف، لا ما اريد كره طويله، كره طويله ما اريد، حضر من الخلف وتلعب وكل واحد يظهر امكانيته، واحنا نشوف ان شاء الله كلكم راح تكونون يعني تلعبون زين، واللاعب الجيد هو راح يفرض نفسه، وان شاء الله احنا يعني اللاعب الزين هو يعني واضح ومبين، مو بس انا اعرفه، يمكن حتى كابتن امين
يعني يظهر بوضوح الموهبه هي تفرض نفسها مثل ما نقول. زين واتمنى لكم التوفيق، وما اريد هوسه وارتجاليه ومراوغه، العب لعب سهل. احنا راح نسهل عليك فد مهمه كابتن قصي. احنا الجماعه راح يلعبون تسديدات على المرمى، ينفذوا ركلات جزاء، يلعبون يعني اكثر من مهاره في الاحماء. اكيد اعتقد ان عندك نظره عن هذا الموضوع. اكيد ما راح من خلال السيطره على الكره، من خلال الدحرجه، من خلال التسديد على المرمى، ضربات جزاء، اكيد اللاعب سهل عليك المهمه. اكيد اكيد واضح. اذا توضح. شكرا جزيلا، خلينا نروح للكابتن قصي منير نشوف ايش حضر الفريق. شكرا جزيلا. اسمي علي محمد قاسم، مواليد 2002. لاعب علي يعقوب كاظم، مواليد 2000. احمد مشتاق طالب، 2002. علي عبد الله عبد الرضا، مواليد 2002. مصطفى علي محمود، 2003. مرتضى محمد قاسم، مواليد 2001. مصطفى غالب خضير، مواليد 2001. كرار رحم سلمان، مواليد 98. حسين احمد جمعه، 2004. طبعا بعد ما شفنا فريق الكابتن قصي هاشم، الان الدور للكابتن قصي منير. فريق قصي منير، اللي ما يعرف قصي منير، ترى قصي منير واحد من افضل لاعبي خط الوسط بالعراق، لعب بكل المراكز، بدا من الفرق الشعبيه ووصل وين؟ للاحتراف، المنتخب الوطني، عده انجازات وانجازات، وبمنتهى التواضع والاخلاق اجاكم كابتن قصي منير. اللي ما يعرفه هذا قصي منير، كابتن تعالوا سلموا عليه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شباب اللي يتكلم بيه أخ أمين علمكم على الأمور والتصفيات اللي راح تصير، كل التفاصيل احنا كل ما هنالك حتى ما نتأخر. راح نلعب مع الفريق كابتن قصي هاشم. اللي أريده منكم كل من على حسب مركزه أنه يلعب أريحية، يلعب راحته، يقدم أفضل ما عنده، حتى في سبيل أنه نختار من عندكم من يصلح من الأفضل يكون معانا. فهو هذا شعار المسابقة، أنه نختار لاعبين من كل مكان، نروح ونختار اللاعب الجيد ونضمه الفريقي أو الفريق قصي. فبما أنه اليوم أنتم معاي، فراح أنا أختار من مجموعتكم اللاعب اللي يكون يستحق يكون معانا. فأتمنى لكم كل التوفيق، وأتمنى تكون يعني نلعب براحتنا، لا مضغوطين ولا نفكر بأي شيء، نلعب طبيعي، ريلاكس نكون ومرتاحين حتى أنه نقدم اللي نقنع به الناس اللي اهل الرياضه يعني ولعبه كره القدم. بالتاكيد كابتن انت عندك نظره عن الموضوع، راح يعملون تسديدات على المرمى، راح أكيد. يعني ركلات جزاء، أكيد. سيطره بالكره، وايضا في التسخين راح يعني يمكن تسهل عليك مهمه اختيار اللاعب. اكيد هي المهاره والامور هذه، التكنيك، كل هذه الامور اذا اللاعب تبين عنده من ناحيه بالشوت وبالحركه، استلام تسليم. زين. بالاضافه اذا ننتقل الى الجيم، المباراه هي اللي راح تخليك انه منتوج كل هذه الامور، انه توصل للملعب، انه نلعب دعش. نعم خلينا نشوف تسخينهم وهاي الامور حكينا بها، وبعد نروح للمباراه. بالتوفيق للجميع. يلا موفقين شباب. موفقين حبيبي. توفيق.
الآن مباراة من شوطين، كل شوط 10 دقائق، راح تسهل المهمة على المدربين حتى يختارون بعد ما شافوا طبعا التسديد والمهارة والسيطرة، يختارون مواهبهم حتى يستمرون ويانا لنهاية الحلقة. كابتن خلي يلعبون الجماعة، نتوكل احنا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المشاهدين متابعي قناة الطليعة الفضائية، نحييكم ونلتقي بكم اليوم والحلقة الثانية من برنامج الكشاف والمباراة الثانية أو الحلقة الثانية من هذا البرنامج وملخص الشوط الأول طبعا كالمعتاد ما بين فريقي قصي منير وقصي هاشم. بدأت المباراة برنامج بشكل عام يبحث عن اكتشاف المواهب الموجودة في بلدنا الحبيب، يعني كنا معكم في حلقة أولى وفي إحدى الملاعب الشعبية الكروية في منطقة الكمالية، هذا واضح أمامنا قصي منير. الآن نلتقي بكم وإحدى الملاعب الكروية في منطقة شارع فلسطين. بدأت المباراة، نتمنى أن نشاهد مباراة أو نشاهد ملخص مليء بالمهارة، مليء باللاعبين الذين يتركون الندية والمتعة والإثارة الكروية. كرة منقولة لمصلحة الفريق الأخضر، فريق قصي هاشم يبحثون عن هدف أول في بداية المباراة، لكن مقطوعة من قبل خط الدفاع، نقلة في المنتصف من جهة اليسار، لكن الكرة تذهب إلى رمية التماس أو ركلة جانبية، هنا كرة وخطأ في المنتصف والنتيجة لا تزال تعادل سلبي في هذا البرنامج الممتع، برنامج الكشاف. هنا الكرة داخل منطقة الجزاء والتسديد، لكن التسديد افتقد إلى القوة لتذهب إلى حارس المرمى. نتيجة لا تزال تعادل سلبي من الحلقة الثانية من برنامج الكشاف الذي يبث لكم على قناة الطليعة الفضائية، هذه القناة التي ترفع شعار نعم للمواهب، هي اختصاص اكتشاف المواهب بجميع مجالات الحياة. هنا اليوم في مجال الرياضة وبالأخص كرة القدم، هذا البرنامج الممتع الذي سيظهر لنا مواهب كروية في قادم المواعيد والأيام، ستكون نجوم تلألئ في سماء الكرة العراقية. نقلة من جهة اليمين لمصلحة فريق قصي هاشم بالمنتصف، هنا هجوم مرتد من جهة اليسار، يبحث عن التمرير، يتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء، لكن الله على هذه التغطية الأكثر من رائعة، وبالتالي إبعاد الكرة بمبدأ الأمان إلى ضربة ركنية، تلعب الركنية لكن ربما هناك خطأ ولمسة يد، والنتيجة لا تزال تعادل سلبي ما بين الفريقين. تلعب الكرة، لازلنا وياكم أحبتي المشاهدين متابعي قناة الطليعة الفضائية وملخص الشوط الأول. هنا المرور والتقدم داخل منطقة الجزاء، لكن التسرع أدى إلى فقدان الكرة، وشاهدنا كادر هذا البرنامج الممتع برنامج الكشاف، قصي منير وقصي هاشم إضافة إلى الإعلام المميز أمين شراد. هنا الخطأ التكتيكي الأكثر من رائع قبل لاعبي الفريق الأخضر، خطأ يمنع التقدم والوصول إلى المرمى. هنا الكرة داخل منطقة الجزاء، الكرة تبحث عن رأسية لكن خطأ من الحارس، مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، ضربة دفاعية يحاول يمرر كرة خطرة للهدف، جول، لكن أيضا كرة تفتقد إلى القوة لتصل إلى حارس المرمى. كرة من جهة اليسار مقطوعة بالمنتصف، تصل تمريرة أمامية، لكن أيضا تباطؤ بالتمرير ومقطوع الكرة من قبل لاعبي الفريق الأخضر، يحاول إيمور مدافع لكن بمهارة مهاجم تنقطع الكرة، مرتدة لمصلحة الفريق الأبيض موشح باللون البرتقالي فريق قصي هاشم، يعني الأكثر جرأة هجومية، أكثر نزعة هجومية، لكن الأهم نتيجة لا تزال تعادل سلبي ما بين الفريقين. هنا الخطأ الدفاعي أيضا إبعاد بمبدأ الأمان لمصلحة فريق قصي منير، نتيجة لا تزال تعادل سلبي. أحبتي المشاهدين متابعي قناة الطليعة الفضائية والحلقة الثانية من برنامج الكشاف وملخص الشوط الأول كما نشاهد ونتابع، نتيجة لا تزال تعادل سلبي اليوم،
هذه الحلقة الثانية من أحد الملاعب الكروية في شارع فلسطين. يبحث هذا البرنامج أو سيحاول أن يذهب إلى أبعد نقطة من بلدنا الحبيب. نلعب في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، من ملخص الشوط الأول، والنتيجة لا تزال تعادل السلبي. هنا النقلة، مرور دويتو كروي يبحث عن التسديد، لا أتى التسديد ولا أتى التمرير، وبالتالي الكرة تصل إلى الحارس ليستمر التعادل، أو ربما الشوط الأول بالفعل ينتهي بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. أحبتي المشاهدين متابعي قناة الطليعة الفضائية، يتجدد اللقاء بكم وملخص الشوط الثاني من الحلقة الثانية من برنامج الكشاف. برنامج من الواضح أمامنا قصي منير لاعب خط وسط المنتخب الوطني، مثل عدة أندية على مستوى الاحتراف وعلى مستوى المحلي أيضا. هنا قصي هاشم، نتيجة لا تزال تعادل سلبي ما بين الفريقين، وملخص الشوط الثاني. هنا التسديد لكن في وسط المرمى، لو كانت على زاوية معينة لأصبحت صعبة على الحارس. كرة داخل منطقة الجزاء لمصلحة فريق قصي هاشم، والكرة مرت بجوار القائم. يعني في ملخص الشوط الثاني لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. فريق قصي هاشم أكثر جرأة، أكثر هجوم على مرمى فريق قصي منير، وجول جول أول في المباراة. وأخيرا أتت عدالة السماء الكروية بهدف لمصلحة فريق قصي هاشم. هنا العرضية، الخطأ بالإبعاد والكرة تمرر على طبق من ذهب، وبالتالي هدف أول لمصلحة فريق قصي منير. هدف أول أكيد سيغير من مجرى المباراة أو فيما تبقى من دقائق الشوط الثاني وملخص الشوط الثاني. هنا المرور لكن الكرة مقطوعة، اللعب في مكان خطر، لكن الآن أتى الإبعاد والتشتيت بمبدأ الأمان. أحبتي المشاهدين متابعي قناة الطليعة الفضائية، لازلنا وياكم متواصلين، والحلقة الثانية من برنامج الكشاف وملخص الشوط الثاني وهدف مقابل لا شيء لمصلحة فريق قصي منير. هنا الكرة تمرير للتعديل خطرة، لكن التنفيذ كان يعني غير صحيح، وبالتالي الكرة ذهبت إلى الحارس. كان بالإمكان أفضل مما كان. ضربة رأسية، نتيجة تقدم فريق قصي منير بهدف مقابل لا شيء. فريق قصي هاشم يبحث عن التعديل، لما لا التعديل وثم التقدم برفع شعار لا يأس مع الحياة. وهنا تسديد، لكن تسديدة على العارضة، وبالتالي تستمر النتيجة هدف مقابل لا شيء. أحبتي المشاهدين متابعي قناة الطليعة الفضائية، لازلنا وياكم متواصلين وملخص الشوط الثاني. هنا المرور داخل منطقة الجزاء، التسديد أيضا، يعني فريق قصي هاشم يفتقد إلى اللمسة الأخيرة، واللمسة يأتي من خلالها هدف. كرة لا تزال لمصلحة فريق قصي هاشم، الواضح أمامنا بالصورة قصي منير. هنا المرور، تمريرة من الجهة اليسار، أين العرضية؟ العرضية موجودة لكن دفاع حديدي من قبل فريق قصي منير، متقدم بهدف. الحلقة الثانية من برنامج الكشاف، كما ذكرنا حلقة أولى كانت في أحد الملاعب الشعبية الكروية في منطقة الكمالية. اليوم نلتقي بكم في أحد الملاعب الكروية في منطقة شارع فلسطين. هنا الكرة عرضية، أين الرأسية؟ الرأسية موجودة لكن إبعاد من قبل المدافع. كرة مقطوعة، لا يزال الهجوم متواصل لمصلحة فريق قصي هاشم أمام منطقة الجزاء. يحاول هيئ لنفسه كرة، التباطؤ بالتمرير وبالتالي استخلاص، لكن أتى قرار الحكم وخطأ في منتصف ملعب فريق قصي منير. هنا الإعادة والخطأ الموجود في مكان خطر، خطأ مليء بالخطورة بالخضار الأهم وهو التسديد، والتسديد لكن تصطد بحائط الصد.
مرة أخرى الكرة نلعب في الزفير الأخير من ملخص الشوط الثاني أو من المباراة بشكل عام. أحبتي مشاهدي قناة الطليعة الفضائية والحلقة الثانية من برنامج الكشاف، برنامج يبحث عن اكتشاف المواهب في بلدنا الحبيب. والآن تأتي صافرة الحكم لتعلن عن نهاية المباراة، تقدم فريق قصي منير بهدف مقابل لا شيء. نلتقيكم في لقاءات قادمة من قناة الطليعة الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب عاش تديكم، يعني كلكم لعبتوا زين، لكن انا اعرف انه عندكم بعد مستوى اكثر من هذا المستوى، لكن يمكن ساحه كبيره اثرت عليكم. دائما انتم تلعبون بخماسي، الخماسي تدري يفرق عن الساحه الكبيره، لكن انتم الحمد لله يعني كلكم زينين واديتوا. بس هي المسابقه او الاختيار راح يكون على واحد، يعني ما اقدر اختار. لو خمسه المسابقه تريد خمس لاعبين كان اختارينا خمسه، واذا عشره كان اختاريناكم كلكم، لكن هو لاعب واحد، لذلك راح يكون الاختيار على منو؟ على جعفر. جعفر رقم 10. جعفر اليوم كان كل زين. منو جعفر؟ جعفر بالتوفيق. جعفر جعفر انت جعفر راح استريحوا. جعفر اقعد اقعد. جعفر راح يستمر ويانا نهايه المسابقه. تستاهل جعفر. ليش اخترت جعفر؟ جعفر حقيقه اليوم يعني ادى، ويعني تحس فيه يعرف مكانه كل زين، يعني شوف انه بالثلث الاخير يراوغ هنا بالمنطقه البناء، يلعب باص ويتحرك ينتقل، يعني لاعب جعفر شبه يسار. شبه يسار حتى شبه يمين يقدر يلعب، يعني نضيف الفريق شبه يسار. شبه يسار. بالتوفيق لك كابتن وبالتوفيق لجعفر. الله يخليك. طبعا شكرا لك، ونشوفك ان شاء الله بالحلقه القادمه تختار الخيارات الباقيه. ان شاء الله. شكرا جزيلا. الان نذهب لفريق قصي منير ونشوف الكابتن قصي منير شنو اختار وشنو الموهبه اللي راح تنضم لفريق الكابتن قصي منير. أنا أختار الكابتن قصي هاشم، أحد مواهب فريقه، وإن شاء الله بيض وجهك كابتن قصي هاشم. جينا الفريق الكابتن قصي منير وشفتك مركز وياهم. الفريق فريقك والخيار إلك وبراحتك، شو تسولف وياهم براحتك. شباب إحنا لعبنا شوطين، وأكيد الاختيار من خلال نشوف اللي اللاعب يقدمه، وقلت لكم بالبدايه انه لازم عليك انه تقدم احسن ما عندك، مو معناه انه اللي ما نختاره هو مو جيد، لا، بس اكيد اكو مواصفات احنا نريدها او انه امكانيه اللي نحتاجها بالفريق تكون معانا، فمو معناه انه نهايه المطاف وانه هذه خلاص انه هو احسن والباقيين مو زينين، لا، كلكم زينين، بس المواصفات المراكز اللي نريدها نختارها، وبعد عندنا اختيار همينه بالايام القادمه. فانا اختاريت شو اسمه؟ شنو اسمك حبيبي؟ احمد. اختار احمد. يستاهل احمد. 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 استريح. موفق حبيبي. احمد. موفق حبيبي. احمد الان موهبه انضمت لفريق الكابتن قصي منير. احمد على بسبب شنو اختارت احمد كابتن؟ يعني تقدر تقول صح، ما اعرف ايش قد مواليدك بالضبط. 2002. 16 سنه. عنده الاستلام تسليم جيد، عنده نوع من النظره للامام، لعب للامام. هذا الشيء انه يأهلنا انه نقدر انه الايام اللي تكون معانا ان شاء الله نتدرب فيها نحاول قدر الامكان نقدم له النصائح والشيء اللي يفيده، وعسى انه يكون معانا يعني بالفريق النهائي ويكون لاعب جيد عند المواصفات اللي تأهله. صح بنيه جسمانيه شوي يحتاج له، لكن كعمره امام الطريق ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن. شكرا لك. اذا انضمت هاي الموهبه لفريق الكابتن قصي منير. بالتاكيد في الحلقات القادمه راح يكون هناك
مواهب اخرى، وبالتاكيد راح نملي فراغات بتشكيله الكابتن قصي منير او قصي هاشم. شكرا جزيلا. شكرا لك، موفقين ان شاء الله. شكرا شباب. شكرا شباب. تم اختياره من قبل الكابتن قصي منير في احدى اعضاء فريقه، وان شاء الله اكون عند حسن ظنه في الايام القادمه. مثل ما شفتوا احبتنا المشاهدين، الكباتن قصي هاشم وقصي منير اختاروا مواهب جديده وضموها لفرقهم. بالتاكيد في الحلقات القادمه راح تكون هناك مواهب اخرى. كل فريق يشاهدنا لا يتوقع انه احنا ناسين. برنامج مستمر، وكاميرا برنامج الكشاف ومدربينا اتوقعوا انه غدا ربما راح نكون يومكم، فلذلك الكل يتهيأ، الكل يجهز نفسه حتى يحصل على قبول المدربين. شكرا لكل من تابع حلقتنا لهذا اليوم، واجمع تحياتي انا امين شراد في الاعداد والتقديم. الى اللقاء.